أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فرق بين الاتحادية والتوحيد؟ ها؟ يقول: هل هناك فرق بين الاتحادية والتوحيد؟ التوحيد جاءت به الرسل، هو حق، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، إفراده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا حق، هذا التوحيد. أما الوحدة فمعناها أنه لا خالق ولا مخلوق، الكون كله هو الرب عندهم وهو الله تعالى، الله عما يقول. نعم.